أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. ولكن في البداية أسمحوا لي أن أرحب بضيفتي في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار. اليوم نستضيف عمدة بلدية نجمينة، استضفناها السنة الفاتت في نفس التاريخ، السنة الفاتت استضفناها وحجينا في أوضاع نجمينة وكيف تبقى نجمينة مدينة عاصمة زي العواصم الثانية. ده الكلام ده حجينا فوق السنة الفاتت، ولكن السنة أيضا عندنا مواضيع كثيرة جدا، مواضيع تتعلق بالمواضيع الفاتت والمواضيع تتعلق بمواضيع السنة دي. أسمحوا لي أن نرحب بضيفتي في الحلقة وهي مدام مريم جمع عبيد، عمدة بلدية نجمينة. أهلا وسهلا بكم سيادة العمدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، الخريف قرب، أو كما نستطيع أن نقول أن إحنا دخلنا في الخريف. وفي الخريف سكان نجمينة وخصوصا السكان الساكنين في حوالي نجمينة أو كما الأحياء الأطراف انت نجمينة، ناس بدأوا تعب شديد، تعب شديد من المطر الأولى لغاية الخريف بمرو. في شوارع الألمي بملاها خلاص، سيادتك كم بعده كل ما فيه، في شوارع سيادتها حتى الدراجات بخلوها في موسم الخريف، دراجات كما عندهم في موسم الخريف بخلوها، الشوارع بتملي ألمي. والناس بسألوا بيقولوا البلديات وين؟ البلديات دورها شنو؟ الصيف الطويل ده بين واحد كله بصبوه في الشارع ما فيه. البلديات بخلنا الشوارع نجار، الخريف كان جاء الشوارع بتملي ألمي والمواطنين بتعبوا تعب شديد. البلديات دورها شنو؟ هل دورها كونه تجيف تتفرج باش تشيف، ولا دورها كونه تلقى سوليسيون او حل للناس التعبانين في موسم الخريف؟ بالنسبه للكانيفو، عندنا كانيفو في بعض الشوارع، عندنا كانيفو، لكن الكانيفو ما بحفره، وحتى لو حفروا الناس الشركات البنطوها البروجي ده كان حفرات ذات بنكتو تراب شيء من نبز وخلاص بسدوه في مكانهم خلوه، التراب ما بنكتو اديل. حتى لو افترضنا جدلا في بعض الشركات بتنكت التراب اديل، بتنكت بالسله وبتخلي الكانيفو نظيف جدا، لكن التراب النكته ده بخلوه في خشم الكانيفو، بس التراب ده بعد يومين ثلاثه الناس بفجخوه بيبس وبالتام بيقبل بنصبع. الناس بيقولوا اذا كان بنكتوه وبسلوه وما بشيلوه بخلوه بنصبع، ده بنكتوه لشنو؟ الكلام ده احنا حجينا فوقه السنه اللي فاتت، حجينا فوقه الكلام ده، في ناس ما بيلتزموا به، ناس بعض الارندوسما ما بيلتزموا به. وان احنا عندنا دي ارندوسما في نجمينة، عندنا 10 بلديات في نجمينة بل البلديه الكبيره البلديه الام. العشرة بلديات دول خدمتهم شنو؟ اذا كان المواطنين في الخريف بتعبوا التعب ده وهم قاعدين بيشوفوهم. ان احنا المواطنين ايضا ما بنهتم بشوارعنا، يعني انتوا المواطنين ذات ما نقودوا لابد البلديه تجيب تدفن لنا. السنة اللي فاتت الشارع رقد في شارعنا، تعبنا كدار الخريف مرق ده. الصيف الطويل ده ما ندفنوا شارعنا ده عشان الخريف كان جبت تم ما ندعب. لا من الصيف جدا، ما دامت الشارع في الصيف يابس ده بنروخ فوق ممتاز، ما عندنا أي غرض. أم باكر الخريف كان جاء الشارع بنملي وبالتالي التعبت تعبنا السنة اللي فاتت دي، السنة ذاتها بندعبه. فأن احنا المواطنين أيضا ما نفكر شوية عشان نردم الشوارع. خلينا نتكلم في الكلام ده، وعندنا كلام آخر نتكلم فوقه. في الفروم الكاترم ريبوبليك او الجمهوريه الرابعه، المراه انطوها حقها والرئيس حجه فوقها. اليوم معانا عمده بلديه نجمينة، وهي ايضا كانت وزيره سابقه، حاليا عمده بلديه نجمينة. وطبعا بلديه نجمينة بلديه كبيره جدا، والبلديه بلديه العاصمه ده في جميع دول العالم، عمده بلديه العاصمه ده بكون صراحه شخصيه كبيره جدا وشخصيه مرموقه. نشوف تحدينا فكرتها شنو في الجمهورية الرابعة، ودور النساء في الجمهورية الرابعة شنو اللي بيقوموا بها في الجمهورية الرابعة دي، عشان يساعدوا رئيس الجمهورية ويساعدوا الحكومة النساء أيضا. نتحدث في أشياء أخرى، اللحوم اللي بخلوها في الشارع، يعني بشوف في ناس بيساوقوا اللحوم في الشارع، لحوم وسخانة، لحوم فوق ضبان فوق أجاج. البلديات وين دورهم في لحوم؟ واحد دي اللحم اللي بيسوقوه في السوق ده في لهم، وهذه بسموها دي ما بنعرف اللحوم دي جايه منين ذاتك. البلديات وين؟ المواطنين احيانا اللحوم دي بتسبب لهم مرض. طبعا انا دائما في المقدمه في الانترودكسيون حقي بنتكلم المواضيع المهمه اللي من حجي فوق في الحلقه. سياده العمده،
السنة اللي فاتت استضفناك في نفس البرنامج، واليوم عندنا سنة كامل، واليوم أيضا نحن داخلين في فصل الخريف، وأن احنا دائما بنهتم بالمواطنين وبنشوف مشاكلهم شنو اللي حلوته من مشاكلهم. لكن أولا قبل ما ندخل في التفاصيل ده، أن احنا عندنا روبورتاج أو عندنا تقرير بيتكلم عن مدينة إنجمينة بصفة عامة. خلينا نشوف الروبورتاج ده أو نشوف التقرير ونرجع نتكلم. أيها السادة المشاهدون، نشاهد معكم التقرير ونرجع نتكلم في مدينة إنجمينة، فلنشاهد جميعا. مع اقتراب موسم الخريف، تقوم البلديات العشرة بالعاصمة شانجمينة بعملية حفر وتنظيف المجاري المائية من الأوساخ والأتربة المتراكمة فيها من أجل تفادي الأضرار والخسائر التي تسببها الأمطار في فصل الخريف. إن عملية تنظيف مجاري الصرف الصحي بالعاصمة شانجمينة لا تقف عند مسؤولي الدوائر فحسب، بل هي تدخل ضمن اهتمامات البلدية المركزية التي تسعى بأن تجعل العاصمة من أنظف مدن البلاد. وفي هذا الإطار قامت عمدة بلدية إنجمينة السيدة مريم جمعة عبيد في الأيام الماضية بجولة لعدد من الدوائر بالعاصمة إنجمينة بهدف التعرف على مجريات سير العمل لعملية حفر وتنظيف مجاري الصرف الصحي التي قامت بتنفيذها إحدى المؤسسات العاملة في هذا المجال. تنظيف المجاري المائية وحفرها قبل موسم الخريف لم يكن كافيا، بل يجب للجهات المعنية بهذا الأمر تنظيفها بشكل مستمر دون انقطاع، كي تخلو الشوارع من المياه الراكدة التي تسبب صعوبات للمارة في الشوارع الرئيسية لبعض من الحارات والدوائر. كما يجب للمواطنين هم أيضا القيام بدورهم الفاعل لمساعدة رجال البلدية في هذا الأمر، حتى لا تحدث خسائر مادية أو روحية بسبب تراكم المياه في الأحياء والمربعات السكنية، ليتمتع السكان ببيئة صحية خالية من الأمراض والأوساخ. ومن الملاحظ أيضا في فصل الخريف تعاني بعض الشوارع من عدم الاهتمام بتنظيفها، فالمسؤولية هنا تقع على عاتق البلديات المعنية بهذا الأمر. لذا فإنه يتعين على المسؤولين بجميع الدوائر القيام بمسؤوليتهم الكاملة تجاه المواطنين لسماع كل المشاكل والصعوبات التي يعانون منها بهدف إيجاد حلول ناجعة تسهم في تقدم وتطوير العاصمة. اهلا وسهلا بكم مجددا. سيادة العمدة، طبعا خلينا قبل ما ندخل في العاصمة إنجمينة ونشوف مشاكل العاصمة إنجمينة، خلينا نتكلم عن كاتريم ريبيبليك او الجمهورية الرابعة. السنة دي طبعا كانت دخلت مرحلة جديدة ودخلنا دولة جديدة بسموها الجمهورية الرابعة، وكل شيء تغير فيها. فبالنسبة لك انت كنت وزيرة سابقة والان عمدة بلدية إنجمينة وضمن منصب كبير جدا، رأيك شنو في الجمهورية الرابعة ودور المرأة اللي بتلعبها في الجمهورية الرابعة؟ شكرا للجمهورية الرابعة اللواء برمرجيمين لكتمة. دونك أننا قاعدين في جمهورية جديدة، جمهورية الرابعة، وأي شيء بيتخير. صحيح. كان طبخنا كل الشعب طبخه قول هنا الرئيس قاله وقت خطابة في جمهورية الرابعة، نقول من هنا لقدام الشات تلقى ديفلوبوما يكون مثل البي الآخر الديفلوبي. يعني الرئيس بيقول الخدمة والخدمة والخدمة، وبدينا بالحليفة. يعني جوفرنما جاء، انت بقيت منستر وزير تجي قدام الكور تجي تحلف، ما مثل حليفتنا زمان اللي تشيل مكتوب وتقري تقول جليجير. عندك مصحف قدامك القرآن وعندك البيبل للمسيحيين. يعني نان كان فوت لده، انت قلت تعرف شغل البلحقك. صحيح. يعني ده نقوله من هنا يا قدام ده، خلاص اي نادم بخدم بشيء القلب قال لي يا خدمه. صحيح. ما في در، ما في كوربسيون، ما في اي ديتورنما. يعني ده كان بيجي ده خلاص اننا مرقنا من كل جهل. صحيح. وخاصه الجمهوريه الرابعه ده انا نقول نازل بيفيدوا منا بلين، ده هم الاوين. وما لا الاوين بيستفيدوا منا بلين، اول بالاول الاوين هم كثير من نصف المجتمع كله. صحيح. يعني 52% ال 52% ده كان ما لقينا ربح بزياده، خلينا الربح لل 48. يعني الشات بنقص، هذا الرئيس قال لنا انتوا الاوين مال انتوا الشق فوا تقولوا ندوروا 30%. قال ال 30% ده انا انتكوا لي من زمن، حاسه انتوا ناولوا ال 50% وانا معاكم. يعني قال باريتي،
وحس شفنا في الجوفرنمال هسه خدت ده من 30% وهو مرق خلاص مرق ماشي في 50% يعني 9 منستر في 29 كان سويت كالكيل هكا فاتا 30% يعني ده نقوله خلاص أنينا جينا في بداية التطبيق جينا اليوم في كابيني هكا يوم واحد ما كان خدت لنا مرأة ديريكتريس دي كابيني سيفيل أن نقول هي هذا كله تمت لنا 50% يعني ده الرئيس بسمع كلامنا خلاص لقينا الدرب القريب الرئيس بسمع كلامنا دونك ده أنينا فرحانين مرة واحد والشيء ده كان ده نقوله كله بمشاركة هنا البريمير دام البريمير دام هي كل قاعدة جنب الرئيس ده تقول لي الأوين والأوين والأوين أنينا في الميكرو ده نشكر الرئيس الخلاص قال لنا تلقوا 50% ونشكر سيدة البلاد الأولى كلها القاعدة في جنبها وتقول لي 50% اللي قلت للأوين ده خليه يطبخ يعني ده أنينا فرحانين منه مرة وايد هنا الأوين بس الكاترين ريبيبليك شلنا جميل ونقول ما ننسى نقول للأوين الأمانة الأنتون اللي هذا خلينه كربوة نكربوه بشنو بالخدمة وبالأمان وبالثقة نحن ممكن أنت خدمة وما خنت أنت تمشي قدام والأنتاج الخدمة كله بيكون فرحان ده الشيء اللي دور نقولي لأخواتي الأوين يعني 50% الرئيس أنتانا ده جاي بشيفنا نقدره ولا ما نقدره نطبخه الأشياء اللي جاي في الكونستيتيوشن ولا ما نطبخه يعني ده الشيء اللي ندور انت ما سالتني كان اقول لاخواتي تمام الأوين. انا ذاك بس السؤال اللي دورنا اسالك لكن هل الأوين اذا كان عندهم 50% ده هل هم كابابل يقدروا 50% ده يجيره يقدروا يديروا 50% كان عندهم الأوين خلي من 50% فات 50% كلنا نقدر بس بتني قبل نقول لاخواتي الخدمه كان انتونا لا ده كان خدمنا بكل الاخلاص ده خلي ما 50% زيادة من 50% كلنا نلقوا دونك أنا ندور كلمتي الأخيرة تبقى الأوين خليه يخدموا بإخلاص أيوة الأوين عندهم قدرة الأوين قروا كان شفت هسه في الجوفرنمال هسه ما أوين وقاعدين بيقولوا ما يرفوم كثير مثلهم ده قاعدين ما معروفين يمرقوا الأوين الما معروفين ده كله يقدروا يمرقوا وينتم الخدمة الخدمة ما خلص منبر الجوفرنمال أنا ندوروا حس المينسترات القاعدين دول عندهم دي جي عندهم ديريكتريس دول عندهم ديريكتور عندهم شيف دي سيرفيس شيف دي ديفيزيون عندهم كونتابل دول البكان ده كلك خلي أوين يجوا فوقه كل الأوين يجوا فوقه ما بس نقول غوفرنما لا الغوفرنما ده كله بس كان أنتونا ليه أوين وتيهد قايد رجال الأوين ما بلقوا شغل تمام ده الأوين أيوة. أنا كان منقول الشباب كله خلوهم يجوا أنا ما أنا كله ممثل الشباب أنت بتدافع عن أين أنا كله كان ندافع عن الشباب أيوة الشباب تمام الأوين كله ما يكونوا أوين كله يكونوا بتان شباب أكيد أنا متي كان خلاص كبير ده ما بتقدر كان انطوله كل ما تقدر تخدم كان انطول الشباب ده الشيء اللي قلنا تخدمه باخلاص ده ببقى جميل والانين الكبار كمان نقول كونسيد والكله تمام جميل ما بس كلك الناس الكبار يقسم تمام جميل جدا اذا ده دور الاين والجمهوريه الرابعه انت من خطوك العمده بتتحرك كثير جدا وداري تعمل ريلاسيون او علاقه بين بلديه نجمين وبلديات العواصم الثانيه في الاونه الاخيره كان قمت بزياره الى تركيا تركيا لكن ما عارفين شنو اللي استفدنا من تركيا والهدف هنا الزيارة كان شنو أيوة الهدف هنا الزيارة ده أنينا مع تركيا مع فيلا هنا إسطنبول أنينا كان عندنا توأمة انجمينا مع الفيلا هنا إسطنبول عندنا توأمة من 2014 وفي التوأمة ده عندنا نقط كي لازم نبادل الأفكار في هذا النقط النقط ده هم مثل النقل عندنا نقطة في الجيستيون دي ديشي يعني الوساخه ده كيف نقدر نخموها ونترانسفورميها ده كله عندنا فوقهم علاقه والنقطه الاخرى ده في بروتكسيون سيفيل يعني حمايه الشعب البوليس مينيسيبال السابير بومبيي النقط دول كله عندنا مقام فوق شانجمان ديسبيريانس وحاسه زيارتنا الكان ده اننا كان الرئيس هنا تركيا سون اكسلانس رسب تاير أردوغان يوم الجلي 26 ديسمبر هنا ده أنا بلدي أنا نجمينا الباتيزي شاري أسما أفيني دي إسطنبول وخلاص المير أنا إسطنبول هناك فرح وجاب لنا دعوة قال لنا خلي نجو نقو بتانا الألاخة بزيادة بس كان لقي إنستركسيون من الرئيس قال خلي نقو الألاخة عن التوأمة أزمان ومشينا مشينا ده الفايدة اللي جينا ده مشينا زرنا شركات كتير الشركات ده الخدمة اللي بخدموها ده هنا أننا ما عندنا لا
دونك يوم مشينا وزرناهم قلنا لهم لازم تنقلوا لنا الاسبيريانس ده هنا في نجمينا كلنا ندوروا. وده اننا قدرنا هجينا معاهم في ريستركتوراسيون هنا الترانسبور اوربان. يعني في نجمينا ده عندنا اي واحد كله وتيره قديم بيجي بخطه في التاكسي. صحيح. اي واحد كار حقه قديم بيجي بخطه في التاكسي وبيجي بخطه تاكسي والشيء ده ما عنده امن. اليوم انت تركب تاكسي يمشي التاكسي يوديك في الخلا يطبخ كل انت نانو متابعه ما في. صحيح. لكن كان شغل بيجي الشركه وريستركتوري اديل ده يقدر يعرفوا نعرفوا الشركه ونعرفوا الريزو حقها. يعني كريستركتوري ده نقولوا اللينك واللينك والتاكسي النمرو حقه كده بمشي في اللينك. صحيح. كل معروف ده دورنا يجوا ينتون الخبره دي عشان نجمينا ترانسبور حقه يقى ترانسبور ثابت ومعروف. ده هجينا معهم فوق هجينا معهم في الخدمه هنا السابير بومبي شفتوا هسه اليوم في نجمينا ده عندنا الغاز بيقوم نار عندنا الكهرباء تقوم نار عندنا نار ساكنه غروب الحطب تقوم نار والسابير بومبي 24 ساعه ده هم جارين بقتلوا في النيران دي. ويمدك حجيتها مره واحد ده بجي ده يقولوا المره تقول سخيري قاعد داخل. صحيح. المره يمكن ذهبها قاعد داخل هي تجري تندس داخل. مم. سابير بومبي ولازم يجري ورام يكربه لازم كان قالوا لي سخير داخل ده يمشي يكربه. عندنا خلقان وهدين كي بحملوا الحمو ده مده 5 و6 دقائق. والخلقان ده ما عندنا لها. يعني خلق تلبس وتدخل في تلبس النار ما تاكل في النار النار ما تاكل. عجيب. دونك ده كله حجينا فوق وده قالوا لنا بجيبوا لنا لان عشان يلبسوا ويقدروا يحموا الشعب. ده شيء حجينا فوق وحجينا في كيف وساخنا دي كان شركه في ده تجي تقدر تلمها وتترانسفورمي لنا. اليوم الوساخه بقى الذهب. صحيح. زمان بيقولوا الوساخ سوى لنا مره تعالوا شيلوا منها لكن اليوم ناس بيدوروا الوساخه دي بقدروا بس قلت لهم تعالوا شيلوها وسووا لنا كهرباء عشان انجمينا اليوم الكهرباء 50% كل ما عندنا كهرباء في جمينا. صحيح. ده كان جو مرقوا لنا الوساخه وسووا كهرباء ان نستفيدوا منها 10 مكان. صحيح. اول بالاول الامراض تكون ما فيها، ثاني الوساخه تكون ما فيها، ثالث حقا نلقوا كهرباء وعندنا بتان الوساخه ده ببقى لنا انجري. الناس اللي بيقدروا بيسووا خضارات ده يقدروا يشيلوا يسووا يعني فايده كثير. قلنا لهم الناس ده خليه يجوا ورول الممولين هنا الوساخه خليه يجوا يقدروا يسلوا لنا وساختنا دي. يعني في الاشياء دي اننا هجينا فوقها ومع بلديه اسطنبول وافقنا في شيء ونخدمه. تمام. وإن فرحانين من زيارتنا. تمام. العمده طبعا قابلت العمده هنا انا اسطنبول نفسه. الاشياء اللي حجيتها فوق دي كلها اشياء كويسه جدا، لكن هل حددت لها زمن ممكن نحن نستفيد منها ولا كلام مكتوب بس ممكن يقعد 20 30 سنه؟ لا كلام محدد. أنينا أي ما كان مشينا في مطابقة هنا التوأمة ده عندنا أشياء مسوي في 6 شهر هسا كده عندنا سوينا البرنامج هنا 6 شهر. لكن كان قلت لك الأم ده فير بوجو بيسوي لنا الشركة هنا ترانسبور إيربين ده الإيتيد وهذا كله باخد زمن. صحيح. بوجو بدرسوا بشوفوا أنجمينا بلان حقها كيف شواري اللي عنده قدرون كيف شواري اللي ما عنده قدرون كيف الوتائر اللي نجيبوهم كيف ده كله بدور دراسة. صحيح. حتى قبل بجي بقوده لكن البدايه كده انبدت خلاص. انينا طرحنا البيزوين هنانا وهم بجوا بيتيديو وبشوفوا. لكن المشروع هنا السابير بومبي انكون يبقى قبل 6 شهر. قبل 6 شهر؟ قبل 6 شهر. تمام. ذكرت السيارات اصلا بتقول السيارات بتاع البلديه المشاهد في العاصمه انجمينا البلديه سيارات تشيع سواء البنقل او الوسق انجمينا نظيف كان زمان كثيره جدا لكن هسه السيارات بقى شيء وبالتالي الاوساخ دي موجوده في بعض الاماكن موجوده ما عندكم السيارات، السبب شنو؟ السيارات الجاهزه اتكسرت ولا ما عندكم امكانيه؟ السيارات دي جت بالكفايه. لكن السيارات القسمت في الاروندسمايات الديزل بس كي ال 10 ميريه ده عن 2014 سنه 2014 كونوا لجنه في رئاسه البريماتور واللجنه دي قسمت الماتيريال ده كله في 10 اروندسما. اي اروندسما يمر وساخه حقه، اي اروندسما يقش شواري، واي اروندسما يكيري كانفو حق القائد في اروندسما حقه، دونك الماتيريال ده كله القسم خلاص. لكن الماتيريال ده بدور امكانيات لي انترتينير الماتيريال ده. تمام. لكن الامكانيات مقصر ما قدرنا انترتينير الماتيريال ده.
والشيء واحد في أنينا ذات كل ريسبونسابل في تلفين الماتيريال تلقى سواك هما سواك أنا البن وأكون جاي بسوق تاكسي جابوا ريكروتي أنتو البن ما يقدر يسوقها عديد صحيح. كان عنده إيرور سخير ما يقدر يوري ريسبونسابل أجلة مشكلة سخير بس يجي يوقف البن خلاص البن وافك شهر شهرين ثلاثة تعرف حديدك واقف بكان واحد بنقص بنقص جيت قلت لهم البن ده ما له واقف بقول لي الباتري حقه ما في بس خلاص وقف ده خلاص أسأليهم خلاص ما بيتدور ده ما لقى ده في البريكين حقه بس ما أديل وسألنا ما جابوا لنا خلاص طلف يعني ده مسؤولية أنا الميري فوقه أنينا بارد ريسبونسابيلتي حقنا قاعد في تلاف الأنجين ده هذا أنينا نقوله الأنجين ده يوم آخر كان كوماندي أنجين ده يكون سيرفيس حقه ده سيرفيس دي كاليتي يكون شيف دي جراج كاليفيه يكون السواقين كل السواقين كاليفيه وعندهم سويفي يعني المانكا دي سويفي بس علم الماتيريال الميري ده كل واقف ده ما بيشغل اصلا السيرفيس مانتيناس وين؟ السيرفيس مانتيناس عندنا شيف دي جراج عندنا بارك قائد شيف دي بارك لكن الخدمه ما عندها سويفي عندنا ريسبونسابل عندنا ريسبونسابل في الاشياء ده ايوه متابع. انا اليوم من جيت سنه تمام ده الماتيريال اللي كان نقوله نقيمه ده بيكلف تبي ماتيريال اخر اللي بيكلفنا ليه ده تبي ماتيريال اخر اليوم الانجين وايد يجيبوا لك تقول تأدي له بمليون ولا مليونين انت ادلت خلاص وقف الانجين مرك بعد ما خدم قيل ولا امباكر بيقولوا لك تلف توكل مكان اخر بيقول لك تلف مكان اخر الاوركي النيفيلز اليوم كان تاجيرها كلها ب 60 70 ولا 100 الف يوميا ما اخر اجرها هي كان اجرتها ب 100 الف تخدم لك ثلاثه يوم من فجر لعشيه ده 3 مليون حقك فات اكيد في 6 يوم اكيد لكن هنا تأدي لها بمليونين ثلاثه تمرك ما تقيل بقول لك تلفت وان باكر تديس نفس الشيء دونك انا هسه خدتنا كروا في الادلين ده الادلين ده كان ادلنا كله ما بنفع عشان من زمان كماتيريال ده ما عنده اهميه انا انترتين حقه ما في خلاص السيارات دي كلها وقفت ده خلوتها تدبروا اخرها السيارات دي بيجي فات عندنا سيسيون هنا كونسي كومينال يعني المنتخبين كلموا في السيسيون نقدر نشاور الشيء ده شنو نسوفه تمام جميل موسم الخريف الخريف خلاص يعني احنا كده داخلين في موسم الخريف النوال شلتوا استراتيجيه جديده عشان العاصمه جمعنا الالمي ما يرقوا في كثير من الشوارع على الاقل من الاستراتيجيه شلتوها السنه اللي فاتت دي شنو قدرتوا نفذتوا حتى اليوم ايوه الاستراتيجيه السنه اللي فاتت شلناها ده اول استراتيجيه ده ننقط الكانفو قبل الخريف وده شيء أننا سوينا سنة الفاد من شهر 4 ده أننا نكتنا الكانفويات وخمينا التراب اللي نكتنا ويوم الألمي جاء الألمي ده لقي المجاري نظيفة وجرفت تمام لكن للأسف نفس الوساخة دي السنة جينا لقيناها قاعدة في الكانفو الشعب بتان كل شال الوساخة صباها في الكانفو عجيب وما بس الشعب وهيدا أنا عندنا تراب كله كتير بيجي في القدرون يعني في الخريف ده الوتير كان جا من الشارع التيني وجي ركب في القدرون بخلي التيني صحيح. التيني ده بعدين تدرج تجي تمل الكانفو يعني الكانفو لقينا فوق تراب ولقينا فوق وساخة عن البيوت دي شيء من عجي دونك الأشياء التينين ده كله قاعد فوق دونك الاستراتيجية الواحدة شلناها من سنة الفات واليوم كل نداوم فوق هذا هي الا نظافه الكانفو نظافه الكانفو الكانفو يكون نظيف يكون فاضي للألم كان جاي يقع فوقه ويجري ده نقول لك الاستراتيجيه ده تكون الا في مكان الاروندسمايات اللي عندهم كانفو بريمير ديزيام ترويزيام كاتريم سينكيام سيزيام لكن وبعد من ويتيام مع ستيام لكن تلقى ديزيام تلقى نيفيام وبرا كارتيه است هنا ستيام ما ويتيام ده ما عندهم كانفويات صحيح عندهم بوط والبوط دول ده كله عندهم استراتيجي البوط ده قاعد نحفرهم نحفرهم ونسولهم مجاري يلم الالم كل في كل بيجي بيلم في القناه انا اي اف دي الكبير ده وبقى في استاسيون دي بومباشن الاماجي يعني ده الاستراتيجيه سويناها للكارتيه الماء عندها كانفوزات السنه الفاتت السنه الفاتت والسنه كلها نفس الشيء تمام السنه كلها نفس الشيء كل الكانفويات هسه بدينا الاسبوع الفات ده قاعد نكيريل كانيفو وبرا هناك كل الليل استاسيون دي بومباج ده كلنا ننظفوهم والجروب اللي كان المي بيجي كثير
بنفض الألم ده بودي نصه بودي في البحر نصه بودي في الأماجي ده هم دول اللي كل جاي نريفيزي من الجروب دول تمام ده استراتيجية تمام أنا. هو من الملاحظ سيادة المير من الملاحظ كونه البلديات التي ذكرتيها يعني احنا عندنا دي أراندوسوما وكل بلدية عندها كارتيه مختصة به كارتيات دي تابعة للبلدية هي بتقوم بعملها لكن للأسف في شوارع كثيرة جدا في شوارع الألمي من المطر الأولى صبت بس الشارع خلاص بيكون مليان ألمي المواطنين بكان يأدوا كل ما فيه المسؤولية دي مسؤولية البلدية الأم ولا مسؤولية البلديات اللي دي أراندوسوما مثلا يعني الخدمة هي مقسمة يعني كله قاعد نشيري فيل واحد لكن عندنا أشرة بلدية الأشرة بلدية ده يمكن مشي للشواري القدرون كان بجي بقطع من أراندوسوما لأراندوسوما هسه مشي أفينين غرتاتون بالباي ده هو شارع 40 شارع 40 دونك هو اسمه أفينين غرتاتون بالباي تمام هو ده بجي من ديزيم بجي بمشي في كاتريم بجي بشوك في سنكيم بجي لخايد بلحق ويتيم ده البلدية انت جمعنا هي مسؤولة منها ده الشارع الكبير ده الشارع الكبير كان جيت قلت شارع أفيني مولدون بدا شارع نميري زمان هو ده كله عند نص كاتريم نص تروازيم هو ده كل البلدية الكبيرة مكلفة بها وشواري آخرين كلها مثل ده ده البلدية الكبيرة لكن عندنا شواري الداخل في لب الأرندسما ده الكومين هنا الأرندسما مكلف بها مكلف بنظافته مكلف بكراش أنا كان يفوحق كلها لكن بالترافيرسي أرندسما كتير كمان الميري سنترال مكلف هكذا الميري سنترال مسؤولة من من الشوارع الكبيرة يعني شارع انت بتجيز شارع كبير جدا وشارع عندك هاني فوزاته وبترافيرسي ارندسما تنين ده ما يقول ولا ده بيسوي ولا ده بيسوي بخليل ده القشاشين الناس اللي بيقشوا دول الفجر وفجر بيقعدوا بيقشوا في البكانات دي موجودين في البكانات ده بيقشوا كل انا ميري سنترال جاي بقول انا ميري سنترال أيوة. تمام لكن للاسف ان احنا عندنا اللي الناس اللي عايشين في ويتام الناس اللي عايشين في سنتام الناس اللي عايشين في ناس تعبانين المطر من الاولى المطر الصب بس الشوارع خلاص بتملي المي المواطنين بكان يأدوا ما فيه ولا الميرة بهجي ولا المراقب بهجي ولا الدلقة بهجي الناس بيكونوا تعبانين جدا أنا إحنا المسألة دي طبعا ما دامت عرفنا أنت ما مسؤولة منها مسؤولة من سيادة الكارتيات اللي تابعة لهم أو ويتم أرندسما سيتم أرندسما أننا نشوف العمد المسؤولين من الدوائر دي ونستضيفهم في برنامج قضية الحوار لأن يا جماعة أول مطر الصب الشارع بكون مليان ألمي المواطنين بكان يأدوا ما فيه والناس بفجوا قلمي حتى الغريب ده كله بسلو وعسى حاليا ده كله الشوارع دي ما صبوا فوق التراب خصوصا الناس شدرة ثلاثة ناس شدرة ثلاثة دول بيكونوا ناس تعبانين جدا وناس كثيرين من أول مطر بيكونوا تعبانين وحتى اليوم كله شوارعهم دي ما رد ما دي خليها سيادة المرأة يعني نتكلم مع الناس المختصين بالشوارع لا شيء آخر فيه ما إلا الأمد بس شيء آخر كله فيه لكلام مثل أرندسما انت قلت 6 ايام ما 8 ايام دول ما ديزيام ده ما اول بالاول ما عندهم كنفيات كبار تمام ما عندهم كنفيات كبار الالم بكان بجري ما فيه شغل بوطات لكن الشعب بيجي ببني في خشم البكان الالم بمشي الكونستركسيون انارشيك هو كل بيجي بيزيد في الانونداسيون يعني بكان السير الالم بمشي فوق ده نانم بجي ببني كان بطان الميري يأجر كتر كله قبل يجي ليه هم ده يكسرهم بطان المويه وين تأجر تي تكسر تأجر تي تفوق مجاري ده كله الشعب ذاته مسؤولين من الأشياء دي ما بس الميري وهي ده تمام أيوة. يعني الشعب ذاته أحيانا المجرى أنا ألمي القديم اللي بمشي فوق ده بجي ببني فوق وبسدة دو كل أي واحد بسد خشم دربة بقول الألم الجاي من هناك ده ما يجي لي في دربي بسدة من خشم بيته هناك خلاص الألم ده بقيف وباكل الآخرين الشعب ذاته عندهم دور بالابو ما بس الميري وهي ده دي كلها مساله كبيره جدا بالاستراتيجيه شفتوا السنه اللي فاتت خلاص خلينا من السنه اللي فاتت هسه حاليا ديك خلاص الخريف المطر خلاص قايب مصوب بس صب كده المطر كده بدا الخريف مشارته بدات شنو الاستراتيجيه الجديده اللي السنه تبشري بها سكان مدينه تنجمينا كي وعلى الاقل كي الاشياء التابعه للميري الكبيره الشيء الاستراتيجية اللي قمينا به ده هو ننظف الكانفويات بس كي الألم كان جدا بدور ليه بكان بجري كان مالقي بكان جرى بجي باكل البيت عنينا هسا خطينا شركات كله قاعدين بنكتوا الكانفويات من بريمي أرندسما لخايد ويتيم أرندسما كل الكانفويات ده قاعد تنظف وخطينا لهم لجنة بتابعهم مثل هسه ما انت قلت بمرقوه ونص بخلو ما ولا بمرقوه وما بخمو ده كان مشاهد كلكم ما بخمو ده الكلام ده انت قلته والكلام ده حاصل
الكلام ده انا خطيت لجنه، كان فكر انا سنه الفات انت لما شاهدت في التلفزيون انا شلت اوت وقاعد نسير ريسبسيون ده نشوف كتير هل الكلام ده نكتو اديل ولا ما نكتو اديل، والبرة التراب ده النكتو مع الوساخه ده كان ما خمو نادم يدفعوا لي افانس واحد كل ما في الاستراتيجي سويناها سنه الفات نجحت والسنه كله سويناها نفس الشيء. يا ريت تسووها حتى الان كل الناس خلاص بدوا قاعدين، وخصوصا يا جماعه ناس الارندسومات التابعه لهم الاحياء سواء ويتم سنكم ست الناس بنكتوا التراب، التراب بنكتوا بسلو من الكانيفو وبخلوه في خشم الكانيفو، التراب ده الناس بتفجخوه بعد يومين ثلاثه بيبس وبقبل بنصبه وده مشاهد والناس تعبانين منه حجوا كثير كلام، لكن زول بسمع الكلام ما في. نتمنى السنه دي الناس تسمع الكلام وتخم التراب بدري. بالنسبه للاستراتيجيه الجديده استراتيجية نتمنى أن تنجح في أشياء تانية متعلقة بالبلديات، الأحياء العشوائية، الأحياء العشوائية ومثل أصل ذكرتيها دي الناس اليوم بنوا في مكان العلمي بجري فوقها بس بنوا في أحياء كامل كشوارع كل ما عندها في أحياء شوارع ما عندها، مثل تقولي مثل رضينا مثلا تقولي مثل مرجان دفك في كثير من الأحياء أمريكيبة أحياء شوارع ما عندها، ودي من 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 اختصاصات البلديه ومهمه البلديه تقوم بها. الاستراتيجيه شنو للاحياء دي؟ الناس اللي قاعدين في ريزيرف او كما الناس بنوا في اماكن منظمه بس لكن شوارع ما عندهم شنو بتسوي لهم عشان نقدر نقول العاصمه انجمينا عشان تواكب الجمهوريه الرابعه. ايوه نقول اننا انجمينا ده الاوربانيزاسيون ده ما بس انين الاميري مع الكادستر بيجي بخدم قبل الناس بيجوا بسكنوا، لا الناس بيجوا بسكنوا قبل اننا نجوا نخط البور ننظموهم ونسلوا الشوارع ده كمان لنا مشاكل. كان انا انت تدور تسوي فيل حي وفيل مودرن ده انت تجي تسوي الشوارع تقسم البيوت حتى الناس بيجوا بسكنوا، لكن اننا كان بي بوفر ده الناس بيجوا بس اي واحد بلقى مكان بقعد، كان ريزيرف كله بقعد، كان شاري كله بقعد، كان مجرى انا المي كله بقعد، حتى انت بعدين الامريكان جيت سويت نظامك خلاص تجي كمان تكسر الناس وتسل الشوارع وكان ريزيرف في كله تكسر تهدم مره واحد. يعني ده كمان انه ببقى بنظام ما بس نقوم مخشم واحد بس انجمينا ده اشهر ارندزما كله كي نخط الكتربولا ونكسروه خشم واحد كله بقى بنظام. شفتوا انجمينا ده من بدينا ونكسره ده عندنا سنين واي ما بكان كسرنا ده عند بروجي نسوي فوقه هسه ريزيرف كي بس فيك بس ناس بونو قاعدين فوقها، لكن في البلان فوقها ده ريزيرف، يوم الانين اللي جينا خلاص مشروع نجي نسوي المكان ده نجي نكسره ونبنوا. يوم الانين خلاص عندنا الريستركتوراسيون حنا مش اللي قلت كارتير ردينا عند مكانات وايد ما قاعدين في البلان جاي. اي مكان نانو بنى في الشارع سد الشارع عندنا يوم نجي نكسره نفكوا شوارع. ده قاعد في البلان، لكن الشيء كان بقى ببرنامج ببروجرام. يعني انا الداير نفهمه بس الناس الاسعه مثلا خلينا نضرب مثلا بس كارتيه مثلا قلت رضينا اللي قزاز الاماكن الاساس الشوارع ما عندها دي، هل في البدايه كي بس الناس جو قعدوا بس بدون شوارع بس جو قعدوا ولا الناس دي في البلان قاعد اديني بس الناس بنوا؟ ايوه بدون شوارع الناس جو قعدوا، الناس قاعدين قبل مره قلوا بالشوارع في انسيان فرلامي كله مثل ده الناس بيجوا بقولوا الحكومه كان بيجي بيسل لهم شوارع، كان فكرت شفتوا قردولي ده كله كيف قردولي ده كان ما ريزيرف بس الناس جو قعدوا ما خلوا شواري ما خلوا كين وورا يوم لقينا المويه اللي يجوا يبنوا بيها كمان قردولي انحدمت وجو بنوا فوق بروجي جديد. يعني انجمينا كل اي مكان ريزيرف قايد ده يوم اللي لقينا بروجي ده نكسروه ونسوي البروجي. يعني اصل الاحياء اللي ما عندها شوارع كويسه دي يومها بجي يومها بجي. تمام. علاقتكم شنو بالبلديات العشره؟ انتوا كبلديه ام او كمان بلديه سنترال الريلاسيون حقكم مع الدي اراندوسما شنو وبتشتغلوا كيف يعني معهم؟ والله ده كلك يلا قائد في اللواء كيف البلديه الكبير مع بلديات الدقاق كيف يلموا وخدمتهم كيف ده كلك اللواء قالها اللواء قال لكن نقولوا هسه اللواء في كاترم ريبيبليك ده استعدل شغل كثير لسه ما اتطبخ، لكن من 2012 الكسيون كومينال ده عندنا تكس قاعد نطبقه فوق الخايد اليوم. التكس ده قال شنو؟ قال انجمينا تيريتوار هنا ده ال 10 كومين انا ارندسما. لكن اي كومين انا ارندسما ده قالوا لي تيريتوار هناك ده كومين هناك. تخدم انت. وقال اي ميري ده هو اوتونوم. مستقل ولا شنو؟ عند استقلاليه. عند استقلاليه هنا ايكونومي هكا. ده بس هسه قاعد تشوفوا كان يوم اننا سوينا
بتجيها السنة ده أي قومين أنا أرون لسما عند ميزانيته قاعد بيسوي ميزانيته دي خدمة بخدمها بيها ده هو بخدمها بيها لكن يا طول برعاها ده ما ميري سنترال ده هم من عندهم الجوفرنر مكلف بهم ديليجي جنرال دي غوفرنوما او بري دي لا كومين ده هو ديريكت ايرارشي هنا الميرات هنا الارندوسيه اي انينا ده على خدنا ما على خد خدمه بس ما عندنا اي بوفوار في الكومين يعني الجوفرنر هو اللي بيجيري الجوفرنر هو اللي بيجير الاشهر ميرات هنا الارندوسيه الكومين ده كان سو بيجي حق كله بيرسل بور ادوبسيون لل عند ادمنستراتور اللي بيمثل الجوفرنير في اي ارندوسيه حس على الحال عندكم رينيو او اجتماع اوبدومادير كي تشاوروا ده الا الجوفرنير بيسوي لنا يعني فيكس كما عندكم فيكس كما عندنا فيكس كما عندنا وكان يوم مشكله في كمان الجوفرنير بيلمنا اين الميري سنترال والعشره ميري انا الارندوسيه كله نلم ونشوفوا الشيء شنو اللي ندور نهله المشكله شنو في الفيل ندور نهله ده جاي نلم عندنا على اخذ خدمه لكن كما على اخذ خدمه ده على اخذ الاوتونومي ده اي ميري عندها اوتونومي هكذا لكن انت بصفتك كميرا سالوم خلال سنه ده ما اكيد اكتشفت اشياء جديده وعرفتيها يعني كيف كون العاصمه انجمينا اليوم بكبرتها دي والميري الميري الميري ما عندهم اجتماع اسبوعي او رينيو اوبدومادير كونه يجتمع اسبوعيا عشان يشوفوا النقص من وين جاي النقص من يوم جاي ده ذاته ما بسبب خلل كونه في بعض الاحيان ما عنده خدمات ده عشان الناس ما بعرفوه مرات الناس ما فاهمين المواطنين كله بصبوا في راس كيتي يعني الناس المواطنين لو حاجه حصلت في الكومين او كمان كده بيقولوا المير سنترال مريم المسؤوله منا لكن هسه عدم الاجتماع ده ما عنده خلل لو كنتوا شايف كيف والله ما بقول لك اجتماع مره واحد ما في الاجتماع ده كان عندنا مشكله واحده نلمه مع الجوفرنر الجوفرنر بينادي الميرات العشرة وبينادي ميري سنترال ونلم ونحل المشكلة كسا مش المشكلة هنا الكلاندويات الكلاندومان وهدين بيقولوا ما بيدوروا بلبسوا الخلق عشان يعرفوا هم كلاندومان عنينا كما نقولنا نادم المالي بيز ده يتبرو سراك يتبرو سراك وقلنا خلي ينظموهم يعني في النظام ده الميري سنترال والميري أنا أرنزا ما كله لماهم الجوفرنر وسووا لجنه وقاعدين نهلوا المشاكل ده تمام دونك ملمات فيه كان مشكله فيه ده ملمه فيه اما انا ككلامك لكن ايرارشي ديريك انا ننادي الميرات انا الارندوس ما سووا ده في التكس الفات ده ما في ايوه تمام ما انا قلت ما في انا كل ما قلنا ما في لكن انت قلت ان النهار في مشكله ولا في اي حاجه بتجمعنا ده نجتمع ده ما معناته ما عنده وقت فيكسي مهدد كده ما ممكن ست شهر تجتمعوا مره ممكن سنه تجتمعوا مره ممكن اسبوع تجتمعوا مره ما انا كلامك اذا كان اصلا عندكم اجتماع اسبوعيا عندكم اجتماع حتى ولو ساعه واحده ما يكون احسن يعني يكون احسن تمام اي ما لما ده ما نادم كان عندكم شغل صغير كله تهلوا في صخرته اخر من يكبر ايوه تمام المواطنين شاهدوا كونه من خلال سنه ده شوارع العاصمه انجمينا كان توربتوا فيها الشدر وما شاء الله في بعض الشوارع ده الشدر حقها ماشي كويس جدا واكيد ده خبره انتم كان جيتوا بها من خارج وخصوصا زيارتكم للخرطوم أيوة. الشجر ده يعم العاصمه انجمينا ولا في شوارع محدده بس بتسووا فوق الشدر ده وكيفيه كيف الشدر انتم شايفينه ماشي؟ لا اننا في برنامجنا ده هو بنادو انجمينا خضراء انجمينا خضراء يعني كان قلنا انجمينا خضراء ولا شهر واحد ولا شهر اثنين تمام دورنا كان يوم انينا قدرنا سوينا السنسبيليزاسيون ده لقيت في البيوت داخل كلها نسنسبيليز الشعب نقول لهم في البيوت دسوا شدر لكن هسه انينا بدينا بالشوارع الرئيسيه بشوارع مش شارع 40 بدينا بيها افيني شهر دي جول اللي بمشي يما لدمبي ده كله بدينا فوقها هنا شهر 50 يعني شوارع كبار كاينا بدينا فوقهم وبدينا ده عندنا جمعيات في الحلة الجمعيات دول هم شباب وبدوروا بخدمه يجوا لنا هم ذاته باختراع قالوا سمعونا اننا قلنا بندور نجمعنا خضراء وهم الاسوسياسيون هنام ده ذاته كله بقدروا بخدمه اننا انتينام بيتي كونترا قلنا لهم الشارع ده الترونسون من هنا لهنا ده شيلوا ودسوا شدر اسقوا حيوا ننتوكوا نص القرص كان الشدره دي خلاص بقت كبيره بلا علم كل ما تموت اننا ننتوكوا نصها ونجح لنا في مكانات وحديد وانا ندور نكونتيني مع الشباب اللي هسه قاعدين اسوسياسيون في دب الهله ده كان هسه في الميكرو ده كلنا ندور نقول لهم كان اسوسياسيون اخرين قاعدين عندهم خبره في تربان الشدر يقدروا بكونترا هنانا يقدروا يتربوا الشدر لما تكبر وتنجح قبل
ننتم المواتير خليه يجونا. ايوه يا جماعه دي رساله، دي رساله من 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 العمده، ودي مبشره جدا. الشباب اللي عندهم جمعيات بقدروا بمقنوا الشجر في الشوارع، والشجر ده بر بسم العمده بتقول لكم بروجابك وجوبوا ممكن تلقوا مارشيه، وده 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 بشره. سياده المير، بالنسبه للحوم اللي ببوقوها في الشوارع، في لحوم ببوقوها في الشوارع، وناس البلديات كلهم بطردوا في الناس والناس ما بنقلوا اللحوم اللي ببوقوها في الشارع دي، في بعض اللحوم كان بيجيبوها ذاتا ما بنعرفه، وهسه حاليا ده موجوده في السوق بكثره جدا. الكلام ده انتوا لاحظتوه ولا ما لاحظتوه؟ شنو الاستراتيجيه اللي ممكن تتخذوها عشان الاشياء دي ما تكون عند زوردر زي ده وتسبب مرض للمواطنين؟ صحيح، اللحم ده كان ما ضبه في بطوار ده، ما يمكن عند فوق شيء، كان بكان البجي ما نعرفه كله، يمكن البهيمه مرضانه. صحيح. نانو واد بهيمته مرضانه بس بقربه بطبها بيسلخها بيجيبها لحم في سوق. نانو واد بهيمته فتصت ذاتها كلها بيشيلها بطبها بيجيبها ولا بيسي شرموت بيجيبها. تمام. يعني الاشياء ده عندنا عندنا ديركسيون تمام كي انا السينيسما والسانتي. يعني الديركسيون ده ما بخصيت في الاشياء دي. كان شافه لحم ما جا من البطوار ده ما بخسر ليه بيسوي سيزي ذاتها كلها. لكن الناس ما بيجيبوا في السواق الكبار اللحوم الحس انت قاعد تقول هذا بيجيبوا في في الكارتيه الدقاق، وده لازم الاروندسما الكومين الميري انا الاروندسما بيقيم البوليس مينيسيبال في اروندسما حقه عشان الاشياء ده يحاربوا. الاشياء ده بيجيب مرض للشعب. صحيح. البهيمه كان ما كشفوها، ما شافوه هي ما عندها مرض قبل ده، هو ده مرض هذا بيجي للانسان ذاته. تري عندكم ديركسيون خاص بالكلام ده؟ ايوه عندنا ديركسيون خاص، كالديركسيون اللي كان شفته بمشي له بالسوق بيشيل الاكل البيريمي. بيشيل البرودوي البيريمي البرويبي البخوم الليدات. اللي كان ادات هنا الدواء انتهى، ادات هنا الاكل انتهى، بخوم ده نفس الهدى بس بخوم اللحم كل الما جا بطريقه رسميه. رسميه. ايوه. تمام. بالنسبه للمشكله، مشكله اللحوم دي ممكن تحلوها، لكن حتى في السوق الكبير، في السوق الكبير من الناحيه الغربيه، في السوق الكبير ايضا الناس عشيه ده لحم بيجيبوه كثير جدا وفرشوه، ولكن للاسف الشديد الناس دول علنا حتى اليوم كله قاعد، حتى اليوم كله قاعدين. ففي المفترض البلديه الام ايضا تتخذ ضد الناس دول قرار عشان يزيدوا. لا لا، اللحم الاشياء بيجيبوه ده لحم البطوار. عندنا عندنا ديركسيون، عندنا اداره في السوق، الاداره اداره بالكامل، اداره ده عند فوقها سيرفيس انا السانتي، عند فوقها سيرفيس انا بوليس مينيسيبال، عند فوقها سيرفيس انا ايجين، يعني الناس دول اللي قاعد بيتابعوهم. بيجوا بالاشياء ده كله بيجوا للسوق انا الاشياء بس، لكن اللحم جاي من البطوار. ايوه تمام. الناس اللي بيجيبوا لحم ما مكشوف قاعد بيسوقوا في الهله، ما بيجيبوا في سوق. قاعد بيسوقوا في السواق الدقاق دقاق دقاق ده. بس نقول لك الميري انا الاروندسما يقدر يكشف الناس دول ده ويوقفهم من عندنا مشكله في خمان الاوساخ، في خمان الوسخ ذاتك. كان زمان البلديه سوت لها اشياء بلاستيكيه كده بجيبوها، في شيء بلاستيكي كبير بجيبوه، اي زول كله كان عنده وسخ يجيبه صبه فوقه، وبعدين البلديه بتقوم ناس بيجوا بشولوا الاوساخ دي، سواء في الشهر يدفعوا او ما يدفعوا، لكن ما بجوا الناس دول ما بجوا. وهسه في بعض الاحياء دي بتعاني من الاوساخ دي، دي كلها مختصه بك انت ولا مختصه بال الاروندسما الصغار؟ ايوه عنينا الكلام الوسخ ده، عنينا والاروندسما كل مسؤولين منا. في زمن واحد كومانديل بوبيل، البوبيل جابوه قسموه للشعب، الشعب خلل البوبيل ده يوتيليتي حقه ده وده صبه فوق المي داخل. عجيب. خلوه نفس الشيء. عجيب. ولا كمان البوبيل ده انسرق 50% حقه انسرق، 50% حق شالوه سووه هنا المي داخل في بيوته، داخل في بيوته. عجيب. هذا قلنا هسا شانجي استراتيجي. قلنا اي ميناش خليه يشيل لي طاسه كبيره ولا شوال يصب فوقها والميري بيجي بيشيلها منها. ولا كمان يودوا لينا هم سياده في الديبو الاندينا ليا، والميري بيجي بيشيلها من الديبو بودي برا. دونك انا هنا مقسمين الوسخ ده مقسم، من البيت بمرقه بودي في الديبو اوفيسيال ده الميري انا الارندسما. الميري سنترال بيجي ده بيشيل الديبو وبودي في ديبو فينال. ده انا مقسمين لي مثل ده. تمام. تمام. بالنسبه لل في الاونه الاخيره شفناك قميت
الناس اللي سياده البهايم اللي بيجوا حوالي جمينا وخصوصا الجمال اللي بيجوا حوالي جمينا وجوبوا ببوء لبنهم في لب الحله، الناس دول اتخذتم ضدهم قرار، لكن ما اعرف اذا القرار اتخذتوا لي شنو؟ ايوه القرار ده شلنا، كان اول شهادته ده انا سويته فوق بوينت بريس. انينا لاحظنا شفنا في جمينا البهايم دخلوا لنا في جمينا داخل. من كوتهني انا نور، من لا ماجي ودخلوا لنا جاي. وهيني من تكره ودخلوا لنا. وهيني بقوي وتشوفهم بدرب هنا اللي هي بقاسي جايين. هيني بامسنين جايين. لكن شنو لاحظنا؟ لاحظنا ده البهايم ده قايد بيسببوا حوادث. وتير ماشي كبهيمه بمر وخلاص بعمل حادث. الثاني حق شنو؟ البنات الصخار بشولوا لبن بجيبوه بيساوقوه. وده كمان فوق فساد كتير. انينا اول بالاول قمينا استراتيجينا دي مشينا للكوميونيتي هنت ال... هنت ال... 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 الناس ال... البهايم المسائل هنا البهايم ده عندهم شيف دراس هنا وعندهم جمعيه. نادينا الشيف دراس، نادينا الرئيس هنا الانيون هنا الاليفير، ونادينا الشيف دي كانتو هنا، يعني نادينا وحجينا قلنا هنا الشيء ده شفنا ده انتم ملاحظتك فوق شنو؟ قالوا انينا لاحظنا نفس الشيء وزياده منكم. وخلاص انينا سوا معاكم نمشوا ونوروا اهلنا ده بالخطوره اللي هم عايشين فوقها. سوينا لجنه ومشينا للناس ده ورينام، قلنا حوادث قايد بكون، قلنا البنات ده ببوء اللبن ده فوق فساد كثير. انينا البلديه نمرقوكم 30 كيلومتر من الجمينة، لكن نسوي لكم مخطه هنا سوق اللبن، ما نتحركوا من السوق. بس اللبن تجيبوه في السوق، البهيمه خليته قد بعيد. اللبن جيبوه في السوق ويساوقوه زي ما ناس اخر بيساوقوا، يا تقول يجي في السوق تلموا في السوق. تمام. الببيء والبشري. تمام. تلموا في السوق وتشتتوا. انينا الشيء الجمينة بيه ده ما بشين لم هم ندور لهم بيناتر هنا عشان أيوة. البهايم دخلنا البهايم في لب المدينه بسبب حوادث تمام. حاسه اننا مستمرين قاعدين نمرقون بقى تمام. وبدا ساعدناهم قالوا لنا كده القلب الهنانه ده الجمال اللي بقدروا بشدهم ده ما فيهم بعيدين، خلوا الا الاناتي الاناتي قال ما بقدروا برحوا لنا خمامنا اجرنا لهم وتاير سبينا خمامهم ده وقاعدين نودوهم برا. وهسه كله نقول بالميكرو ده بتان كله نقول لهم شغل انا قاعدين سودا في مصلحه انا مهم خليه يمشوا برا من المدينه بمشوا برا من المدينه وخليه يجيبوا اللبن، خليه يجيبوا الدهن، الناس بيقولوا لهم زيهم وزي الناس من زمان بسنة. تمام. الوقت قرب بالنسبه للحلقه، وانا هنا اسئلتنا ما انتهت. البانو ببليسيتير، البانو ببليسيتير او اللوحات الاعلانيه، البانو ببليسيتير اللوحات الاعلانيه اللي بيحطوها في الشوارع دي مكلفه بها البلديه، ودي ثقافه موجوده في دول العالم كثير جدا. يعني العاصمه لما تدخل من مداخل العاصمه من الانتريان العاصمه تشوف لوحات وشركات أيوة. بتتزاحم وبتدخل ميزانيه للبلديه ايضا، لكن الشيء ده في بلدنا ما في، كان جائز ذاته شويه، السبب شنو؟ السبب ده يمكن الشركات ذاتها كان ما بيسوي اعلان زياده. ما بيسوي اعلان زياده، الشركات كان بيسوي اعلان ده انينا في الميري ذاتها نستفيدوا ريسيت. رسيت انا بانو ببليسيتير انا ندورو ولكن الشركات القاعدين كمان ما بيسوي اعلان بزياده. كان بيسوي اعلان بزياده بكانات في انتري انا الحله فيه داخل في لب الهله كله بكانات كي بخط فوقهم الواحد الكبار ده قاعدين. وبتان كله نقول في نفس الميكرو ده نقول لاخواننا الشركات كان بدوروا بيسوي اعلان ده بكانات فيه خليه يجوا لنا نوصفهم البكانات اللي بقدروا بيسووا فوق الاعلان. تمام. أيوة. يعني الاماكن اللي بيسووا فوق الاعلانات قاعده قاعده أيوة. لكن الشركات دي الثقافه الشركات ما جو الثقافه دي ما عندهم لا، لكن انين ندوروها. هل 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 ممكن يكونوا من المواطنين او التجار كيكن اذا كان جابوا لوحات بس بشعقوها في الشوارع الكبار دي لكن هم بيدفعوا ثمنها في في, في 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 الشهر، يعني باجر لوحه وبدفع أيوة. ثمنها بقى ايوه ببقى يعني ببقى يعني اي شيء مستحيل ما في صحيح اي شيء ببقى تمام. انين قاعدين ده البيانات رانا البوبيلاسيون اي شيء ما بمرق من التكس برا ده نسو كان هم سياده بجيبوه كله يبقى انا بس عندنا بوجي بيسوي في بلاي ستيشن كله ببقى ايوه تمام. انا خلينا قبل ما نختم الحلقه كي نتكلم بالنسبه للاستراتيجيه اللي شلتوها السنه اللي فاتت او العلاقه اللي عملتوها مع الخرطوم وعملتوا علاقه مع بلديه باريس والسنه مع بلديه تركيا. العلاقه اللي فاتت اللي عملتوها مع الخرطوم ومع باريس دي شنو اللي استفدتوا منها وتنفست منها شنو حتى اليوم؟ والله يا
العلاقة هنتنا مع الخرطوم النقط كثير قلنا وقاعدين بتطبخ تمام. منهم التدريب هنا الشرطة تدريب الشرطة تدريب الشرطة ودينا من هنا كمية من الشرطة شرطة البلدية في خرطوم شرطة البلدية بوليس مينيسيبال وديناهم ودربوهم كيف تعاملوا مع الشعب كيف تقدروا تحموا الشعب ده هم اللي جيو تدريب ده وجو هسه بيسووا برنامج ليدربوا البوليس الاخرين قاعدين هنا ده شيء مهم لنا مره واحد لقينا تمام ولقينا يعني جاي هنا الام دافير رجال الاعمال رجال الاعمال من السودان قايب بجونا كثير و بيستثمروا في تشاد بيستثمروا في تشاد من ضمنهم خلاص لقينا شركه جات تبني لنا سوق الخله سوق الخل حقنا ده سوق الخل حقنا ده سوق الخل حقنا ده هو سوق كبير وفي بي ان دي يوم مشينا الرئيس قال كي يمكن الاسواق ده تكون اسواق كبار عشان الناس بيسوقوا في لبهم انا مشيت سويت مشروع انا بنى انا اسواق وصفتهم كيف الناس بيسوقوا بصبوا المانجو في التراب بصبوا اللحم في البلاك في البلافون اقول لهم دول بيدوروا لهم سوق اديل سوق مودرن والرئيس خصت في الاشياء دي دخلت في البي ان دي وحسه لقينا تنفيذ في واحد سوق واحد سوق كبير ببقى حجر الاساس حقه هسه قاعد نجهزه فوق قدر يومين ده ببقى في سوق الخله ان شاء الله هنا سوق الخله ده يبنوه سوق الخله يبنوه سوق مودرن مول كبير مثل ما قاعد تشوفوا في البلدان الاخر عجيب ايوه ده استفدنا من علاقتنا مع مع البلدان الاخرين تمام المواصلات او تنظيم المواصلات دي ممكن نختم بها تنظيم المواصلات في العاصمه الجميله وخصوصا الكلاندوما في ناس الان بقول لك الكلاندوما ذاتك ما كلهم صافين في بعض منهم دي واحد بيقول انا كلاندوما بجيب شيل لي بنات وواحد بيقول انا كلاندوما بجيب شيل لي ناس وبودوهم بس اما قتل الزول واما شال حقه ده هو الحاصل في العاصمه الجميله وفي العالم في الاونه الاخيره قموتوا بتنظيم المواصلات بضوء تقدر تنظمها كيف الكلاندوما الكلاندومان تنظيمهم ده يدوروا يسجلوا في اي اروندسمه ما عندهم هم الكاريفورات الكاريفور ده ما جاي في الاروندسمه يسجلوا في الاروندسمه خطينا اللجنه عندها بوليس ناسيونال بوليس مينيسيبال عندها هم ريبريزنتان الكلاندو وعندها ناس الميري سنترال تجي تسجل اسمك تسجل موتويتك ريفرنس انا الموتو كله تسجله بنتوك نمرو تدق في خلقك في ظهرك درسال وبنتوك تسجله في بنادو شنو الريزرفوار الريزرفوار انا الموتو ده نفس النمرو في ظهرك ومسجل في الارنسما يعني ده نظامنا نادم كلاندو بس موتويته ما عنده فوق نمرو دهر ما عنده نمرو يعني هو ما معروف وما مسجل ومجهول ونعتبره سراك ده النظام اللي هسه قمينا به والخدمه كثير بيجي انكم ماشي فاتح 50% كله خلاص ينفس وتعرف في اي شيء ده ناس ريكارسيتران فيه ما بيدوروا بيطبقوا الاوامر بالتاكيد ايوه ده كله قاعدين نتابعوا فوقهم بس ما بنخلوهم موسم الخريف موسم الخريف خلاص شنو كلمه توجهها للمواطنين كي مواطنين العاصمه الجمينه وخصوصا الناس الشوارع عم بترقد المي في موسم الخريف يعني في موسم الخريف ده انا ندوروا اول بالاول الشركات الانتنام بنكتوا الكانفورة ايوه خليه ينكتوا اديل والتراب يرفعوا يودوا بعيد ثاني حاجه ده الشعب خلي الوساخه ما يصبوا لنا في الكانفو كلام اخر من ده ما في والشعب خلي اي واحد ضربه خلي ما يسد يقول المي انا اخوي ما يجي لي الالمي ده كان ما جفاد ده باكل الناس صحيح وكان اكل جارك انت كل يوم واحد باكله صحيح ده بس ندور للشعب كلنا اوريم الكلام ده تمام انا احنا خلاص حلقتنا انتهت تك 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 والاسئله قاعده كثيره جدا لكن خليها ليوم اخر ايضا اكون نلقى فرصه اوكازيو او نلتقي بك لكن انا احنا في كاترين ريبوبليك لابد تختمي الكلمه بتوجيهها توجهها لاخواتك النساء أنين خاصة في الكاترين ريبوبليك شنو اللي يجب عليهم أن يسووه مع الدولة الرابعة أخواتي النساء أنتونا فرصة في كاترين ريبوبليك فرصتنا دي مثل ما هسا في البداية قريتها قالوا بأي مكان ده المرأة تكون قاعدة فوقها يعني أول أنينا لمينا وقلنا في الكوتا ينتونا 30% في أي منصب اليوم الرئيس في خطبته قال لنا دوروا 50% أنا معاكم تمام وبدأ بيطبخها لكن ده ما كفاية الكفاية حق ده إلا نانم كان أنتوك الخدمة أخدمها بإخلاص عشان كان أنت خدمت أديل لأن باكر كله بنته مرة آخر صحيح لكن أنت المرة كان أنتوك ما خدمتي سديتي لأخواتك الآخرين تقول فشلا فشلا ده كان ما ندور نسمعه ده بس ندور أخواتي خليه يربطوا سلوبهم والكاترين ريبوبليك ده هنتنا أنينا
تمام يا جماعه الكاتره من الريبوبليك انت النساء وبقول لهم هيربطوا صلوبهم عشان الديفيد يرفعوا منهم. ايها الساده المشاهدون، الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج قضيه الحوار، ناقشنا فيها مشاكل انجمينا واحوال انجمينا، ولكن في ختام هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر ضيفتي في هذه الحلقه مدام مريم جمعه عبيد عمده بلديه انجمينا. شكرا سياده العمده. شكرا. وسنلتقيكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية الحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته.